والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. قال وأوفى زميلي وإبن الحبيب، وكنت والله لا أصدق أن رجلا واحدا يدرك هذه المفاهيم التي بينها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 عام. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فأنتم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليه ألا يطئن فرشكم أحد تكرهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيف اليتيم والمرأة. وفي رواية أخرى بألفاظ أخرى تتضمن نفس المعاني اليتيم والمرأة، وليس هذا عيبا في المرأة أنها ضعيفة، فما توجد امرأة في العالم كله إلا فيها ضعف، وضعفها حنانها وهو سر جمالها. لكن للأسف الشديد ضاعت المرأة منذ سنة 1952 حين استبدلنا قواعدنا الشرعية والأساسية لنناهض أو نغير فكر الساب الترك الذي قال، وهو كان الوالي أو الموجود أو الحاكم في مصر الدولة العثمانية، لا أخرج من مصر حتى تصير المرأة المصرية كالمرأة في اسطنبول. بتعمل ايه يا اخويا المرأة في اسطنبول عشان مش عايز تسن حبيبي؟ عشان قال ملهاش نظر ولا اي شيء، وتعمل جوفة كل سنة لزوجها. طب ليه؟ ليس لها كم حق في نفقة ولا في شيء، واللي تقعد تخدم بس في الزوج. أرد عليه أقول له تخدم يا رب، أنت مش تكليف شرعي، دي المرأة غير مكلفة بالخدمة في الزوج، وإنما جعله الله درجة فضل منه، فإن فعلت حازت على درجة الشهيد. إذن المرأة هي التي تتفضل. أما بالنسبة للمرأة وما وقع بها، لا يجوز الدخول بالمرأة دون دفع المقدم والاتفاق على المؤجل مكتوبا ومشهدا عليه. هذا هو النص في شريعة اليهود الربانيين والقرائيين، وأخذناه منه. قالوا أنه الإمام أبو حنيفة وغيره، وهذا كله افتراء، فهو نقل حرفي عن اليهود. لا يجوز دخول المرأة دون دفع المعجل والاتفاق على المؤجل مكتوبا ومشهدا عليه، ولا يجوز أن تقل تحت الحبة أو القبة إلا إذا وجدت الكتوبة. طب يا أخي إيه الكتوبة دي؟ روحي الآيمة يا ماما، الآيمة اللي بنكتبها ما تستحضره المرأة من متاع وذهب وغيره، عندها كوباية، عندها كذا وكذا وماذا وهذا، علشان تستردها ويكون الرجل يده أمينا
عملي. طيب دي حاجة. طب ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية ان النطق على الرب. طب حلو قوي. اذا غربت واشتغلت فهنا هيحدث احتباس ناقص. يعني ايه احتباس ناقص؟ المرأة بتاخد النفقة حتى يستمتع بها زوجها وحتى يتم الاحتباس التام في البيت المادي. وهذا قول الإمام أبو حنيفة وهو قول مردود. هو أي فقيه آمن مع احترام الجميع وهم علماء هنا، ولكننا نقتط على موانئ قد نتقى حكم الشرعي في كتاب الله وسنة رسوله. الرجال قانون على النساء كما فضل الله لبعضهم على بعض. وبناء وعلى المولود له رزق هنا وكسر هنا بالنار. لا ابدا تخرج. وانا ما احتباس ناقص. لا يا بابا مش احتباس ناقص، لان امراه عبد الله بن مسعود وكانت تنفق على عبد الله بن مسعود وابنه. كان يوم قالت له تعبتوني، ما كانوش بيشتغلوا، تعبتوني. وبابا ما تصدقش، قال له والله لا نقص منك شيئا حتى تستشيري رسول الله وتسالي. فراح زينب سيدي رسول الله ومعها زينب وسالوه، فقال أعلى أنواع الصدقة أن تعطي المرأة زوجها في حال الحاجة. يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها طلاق وإعصار، لما يفلس ترميه وتدور على واحد غني، ما فيش حاجة كده إطلاقا. ولكن وجوبا على المرأة أن تقل بجانب زوجها. هناك مغالطات كثيرة، وهذه المغالطات ليست من القانون اطلاقا، ولكن من تفسير بعض القوانين، وايضا من بعض العلماء الذين يتولوا التفسير او الكلام في احكام الاسره وامه، انه لا يجوز اي حال من الاحوال لغير المتخصص ان يتكلم في الاحوال الشخصيه مع احترامي للجميع. ليه؟ لأنها دقيقة دقة رهيبة. 40 سنة أحوال شخصية. وأستاذي الدكتور صوفي أبو طالب لما أديت رسالة الدكتوراه في الأحوال الشخصية يعني السبيسياليتي بتاعت التخصص بتاع دقيق أحوال شخصية، فقلت له يا دكتور أنا أرى. قال لي نعم. قلت له أنا أرى. قال لي طيب انت ما تريش حاجه، انت يا دوبك بناشط دكتوراه. طريق ده ايه؟ انت عايه، انت لسه ما تعرفيش اي حاجه. اقري وابحثي. بعد ما دوخني 10 سنين الرساله كانت 3 رسائل طبعا. اعتذرت طبعا وخفت جدا ان انا اتكلم من غير فعلا ما اقعد ابحث في كل كلمه انا بقولها. تيجي للأسف الشديد أنا بعزي نفسي وبندم على شهادة أديت بيها وكان يجب ألا أدم بيها، وأخشى أن أحاسب على شهادة سوء بعد أن انتخبت من انتخبته لمجلس الشعب. فإذا لبعض النائبات يرفعنا أدوية كلها تهاجم المرأة وكأن المرأة عدو لدود له، وقعدوا يسكوا إشاعة ليس لها إطلاقا أي جانب من جوانب الصحة، لأني أنا كنت مع الدكتور صوفي أبو طالب أيام الشهيد الرئيس أنور السادات، وكنا بنتكلم مع السيدة جيهان السادات وكنا بنمسك جو في حته يعني
محكمة الأسرة ما كانش دي، ده كان رأينا. إحنا كنا بنقول هكل تبقى عائلة ويكون فيها مستشارين وناس على أعلى مستوى للتخصص اللي هي بتطبقه فرنسا النهاردة. وقلنا مجلس الحكماء إزاي بقى اتحولت إلى محكمة الأسرة ما بتعملش أي حاجة إننا بنطول أمد النزاع والست تفضل رايحة ليا والراجل يفضل رايح ليا. دي حاجة. الآخر اللي أنا بنبه عليه إن جهود المرأة المصرية هي التي ألغت نص كان موجود في لائحة المحاكم الشرعية اللي كان موجود صبة في جبين كل مسلم ومسلم. وأنا مش وانا مسلم كلهن سواء امام الشرع الاسلامي. واوحينا الى امس الى المراه مكانتها. نيجي لقضيه الحضاره. ملخصها لخصته خمس ماذا قال لرسول الله وسميت المجادله او المجادله. وانا بحب اقول المجادله لانها جادلتني. جدلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع الله يسمع تحاورهما. طب انا عايزه بس حد يقول لي يا سيدي مثل الرامي تحاورهما في الزهار. فهنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل عليه الوحي ويتغشى ما يتغشى عمال يقول لي رسول الله دي كانت عاده لو لقيت عليا غزار امي يبقى خلاص حرمت عليه. تقول لي يا رسول الله نصرت لهم الطيور وعملت وعملت وعملت. لا لا ارى الا انك قد حرمت عليه استصحابا بالاصل الموجود في العادات والتقاليد اللي هي لم ينسخها كان وقتها الاسلام. فنزل الشرعي بالكفارة. قبل ما ينزل الحب قالها لي قالت لي يا رسول الله حسبت القضية إنني من هؤلاء الدم. إذا ضمنته إلي دار وإن ضمنته إلي طب الضياع اكثر ولا الجوع؟ مفيش حد بيموت من الجوع اطلاقا. ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اذا مفيش يوم ليه اطلاقا بعد ساعات امام المنصه مبنى الحق بالظبط سنه تقريريه أقرها على زمان. مبنى الحاج نقول مبنى الحاج نقول كلمة. يبقى إذا إحنا أبعد ما نكون عن الحماية الشرعية والقانونية والقضائية للمرأة في الإسلام. وإذا كان عايزين يعدلوا أنا موافقة بشرط إن يكون سليمان وهو بيقول كلمة. يبقى إذا الأمر جد عظيم. يبقى إذا المرأة لم تنع الحقوق هقول لكم أبسط حق. أما المرأة بيموت سكرها عليها الحدة 14 بالنص اللي هي راحت الشغل. ليه؟ لأنهم ما رضيوش يدوني أجازة. مفيش حاجة اسمها أجازة عدة أو يدوها مثلا 20 أو 90 أو في حين أنا كنت أستاذ في السعودية وفي ليبيا وبغيرها من البلاد 14 وأسبوع كمان احتياطي ومدفوع الأجر. طيب الرضاع والكلام ده ها؟ ضحكوا علينا ساعة تقضي ساعة ساعة كيف؟ طب انا عايزه اخد اجازه ل يعني رعايه الطب من غير فلوس في حين ان اسرائيل
وفرنسا وأمريكا في السبعينات قرروا أن حضانة الطب ولمدة ثلاث سنوات مسؤولية قومية قومية، وتأخذ المرأة مرتب كامل. يبقى إذن ولما